اللي جاب خالد وهبه. كويسه جدا اهي، ولا ايه يا هبه؟ ما تقلقيش عليا يا ماما، انا كويسه. الا بقى اذا كنت مش عامل حسابنا في الاكل، انا ممكن اخد عربيتي وانزل السوق اساعد برضه. لا يا حبيبي خير ربنا كتير. يلا يا رضوى طلعي اختك عشان ترتاح، قولي يا انسه تهوي الاوضه عشان الرطوبه. حد يجيب لي وش بلاستيك ارفع على الزيتونه دي لو سمحتوا. انت عيب بقى على اهلك يا حبيبتي. الناس دي مالها؟ ايه دي يا ماما؟ اهدى ازاي؟ الولد مستغل تيجي هبه وحاملها فوق طاقتها، حصلنا ايه؟ لما هبه ويجيب لها المرض انا هحاول اساعد يتصرف معاه، اللي هو ولا ابوه كان بيحلم جواز زي دي. اه بس الواد خامك كويسة ومين منه؟ هقول لك ايه؟ ما انت مش عارف يا سحر. وبعدين كلمي. والله ما عارف اقول لك ولا ما اقولكش. قولي طبعا. من امتى بنخبي عن بعض حاجة؟ ما هي المشكلة ان هي ما حكتليش، انا اللي شفت بعيني. لا كلمي. شفتي ايه؟ حاضر يا سحر هحكي لك، بس عشان خاطري اسمعني للاخر وبهدوء. ده انا قوي كده قفلوا بقى السنه دي. قفلوا يا عم، انتوا الاثنين عليا، ده هو لوحده كارثه اهو. هيعيط اهو بس. سوري والله مش قصدي، انا بس قصدي انه هيعيط اهو. هيعيط اهو. يلعب يلعب. شوف ده كليب يا عم. يلا العب. خالد هات مراتك وحصلني على جوه. اه
كده اللي هشوف يخليني اكل جوزي بسناني. يا عمي انا اخلص. اللي انت ضربتها دي عاشت طول عمرها مكرمه اميره. انا ابوها عمري ما بصلها بصه وحشه، مش لانها ملاك وما بتغلطش، لا، لان ربيتها هي واخواتها على حاجه واحده. اللي عايز يحافظ على كرامته وتفضل عيني مرفوعه قدام الناس لازم يتعلم الاول ازاي يحترم نفسه عشان اللي حواليه يحترموه غصب عنهم. 21 سنة عاشتهم في بيت سعد الدالي محترمة. تيجي انت، انت تمد ايدك عليها؟ اوعى تفتكر ان ابوك راجل اعمال كبير وليه منصبه وشأنه في السوق بشطارته ومجهوده. انا هقول لك اللي ابوك مش هيقوله لك. اذا كان في حد في العيلة دي وقف على رجليه وبقاله شأن فده يرجع لي انا، سعد الدالي. وهبة سعد الدالي هي سعد الدالي، وسعد الدالي ما حدش مد ايده علي ابدا. بعدين انا مش عايز حد بره يحزن في حاجه، مش كده يا خالد؟ طبعا متشكر جدا يا عمي. انا سامحته، انت كمان سامحتيه مش كده؟ خلاص صافي يا لبن، بص يا دم. اللهم اجعله خير. الله يحزك يا خالد، ده انت فقري، فاتكوا نص عمركم. خالد ده عليه حركات. تعالي يا ألفت عايزك. ماما انا كمان عايزك. انت تاني عشان خاطري. تعالى ده. بس انت مش معقول، ده وقته ده عز وقت. بابا خارج المكتب وغزلته بسم الله ما شاء الله رايقه. الحقوا بقى على الحامي ولا استنى ما يخشر تاني. وحضرتك عارفه اهم حاجه المدخل. يا هدي المدخل يا ابني صدقني، ده بابا محضر لك حته مفاجاه في موضوع جوازك انت نفسك ما تحلمش بيها. فاجأة ايه بس يا ماما؟ هو عيد ميلاد؟ ده جواز. ما هو عشان جواز يبقى لازم ندقق قوي في اختياراتنا. ونرمين دي يعني؟ بص حبيبي انا مش مركزه معاك وعايز اعرف الموضوع رسي على ايه مع بابا. طب وموضوع انا يا ابني حبيبي؟ خلص الاول دراستك وبعدين جيشك وبعدين قول عايز اتجوز. معقوله يا ماما ابقى ابن سعد دالي وادخل الجيش؟ الحمد لله ان بابا مش سامعك الا الحاجات دي. ولاد سعد دالي لازم يبقوا قدوه، فاهم؟ حاضر، بس اتجوز لمين؟ يوه بقى يا ربي، حتى ماما مش عارف الاقي لها مدخل. وبعدين اتجوزت ايه المفاجاه اللي بابا محضرها لي دي؟ هو انا ايه؟ ماليش رأي في البيت ده. وانا اللي قلت هاجي هنا عشان اغسل هدومي. يلا معلش يا سعد، حقك عليا، بس كنت هتجنن لما شفت دراع البنت. يلا بنتي بقى زي الفل، طمني. وانت؟ انا كمان زي الفل الحمد لله. والهموم اللي انت لسه قايل عليها دي هموم شغل عدت يعني؟ واكتر منها بيعدي يا ألفت. انت ناسيه انا جبل. عارفه يا عم. لا ما اقدرش اكسر غلط الناس اللي عازميني. انتوا عازميني المحافظ والعمد عشان يرفعوا راسهم ويقدموا.
انا عايزك تبصي انت والولاد. معلش عندي شويه ورق لازم اخلصه، وبدري بدري اسافر قبل ما تصحى. بس بكره بقى تحضري لي عشوه مفتخره عشان انا وانت نتعشى لوحدينا. عشان خاطري والله ما كنت هقول حاجة، دي مامي هي اللي دخلت بالصدفة وشافتني، حتى أنا حاولت أكذب عليها. خد بقى ما تكسفش إيدي. أبوك بيذلنا عشان وقف جنبنا وساعدنا. طب ما أنا شاريت الشركة اللي اديها لي بعد جوازنا، وتقريبا هي دي أكبر شركة حققت إيرادات في المجموعة كلها، ولا هي بس آخر خدمة غصب علقة؟ قلب الأب مامي لما حكيت له اتصور انك قاصد تعمل فيا كده، وحتى لو قاصد، حتى لو قاصد.